يا نجمة صريحة ومفضلة عندي. باي باي فراغ. مرحبا يا حلوين، أنا نجلة. فيديو اليوم من الفيديوز اللي أنتو كتير بتحبون، واللي هو تسريحات شعر. أنتو بتعرفوني أنا والتسريحات، بحبون هينين وسريعين. سو اليوم رح نكون عم نعمل 3 تسريحات مرفوعة، تسريحات شعر مرفوعة روعة وكتير يونغ وكتير فريش. احضروا الفيديو للآخر لتشوفوه. بس قبل ما نبلش، أكيد ومثل العادة، فولو مي أون إنستغرام وفولو هي مان. التسريحة الأولى يا صبايا كتير حلوة وكتير سهلة التطبيق، بس بدكم تركزوا معي كتير منيح، وعلى فكرة فن يونغ وكتير هلأ دارجة على تيك توك. نحن أول شي بحاجة لمشط، بحاجة لربطات هيك إلاستيك، عرفتون الصغار، بس باللون اللي أنتو بدكن ياه، أوكي؟ لأن هول الربطات بدون يكونوا ظاهرين، بدون يبينوا. سو فيكن colorful، فيكن تستخدموا لون من لون شعركن، فيكن transparent، بدكن. نحن بحاجة لدبابيس شعر، عم نحكي بين 5-6 كمان الربطات نفس الشي، ونحن بحاجة لربطتين شعر عادية. الخطوة الأولى بدنا نتأكد إنه فرق الشعر على النص، أوكي؟ وبدنا، وين رحتوا أنتوا؟ أنتوا هون محلكم. وبدنا نفرق الغرة، شوفوا كيف. فوالا، بهالشكل. أهم شي يكون الفرق على سوية بعضه. هلأ الغرة بدنا نتركها مثل ما هي، والشعر بدنا نعمل هاي بونيتيل، أوكي؟ أنتوا فيكم تنقوا قد ما بدكم إياه، عالي أو واطي، لأن بدنا نعمل نرجع كعكة، بس ما توطوا كتير. هلأ بتشوفوا ليه فر. أوكي، رح نربط لورا، كله لورا. وهلأ بننقل للشغل من قدامه بالغرة. اللي علينا نعمله انه نقربهم كلهم هيك بهالشكل، ونبلش نقسم. سو حنبلش نقسم، واذا لاحظتوا نحن اخذنا شعر رقيق ما سمكناهم. شوفوا كيف رح اقسمه. ناخذ الالاستيك، اوكي، وانا رح اقسمهم لخمس اقسام. هيدا اول قسم، وبنربطه بهالشكل، اوكي؟ من ميلة بترفع لنا عيننا، من ميلة رح يطلع الستايل كتير حلو. ومنشد، خلونا نكفي. هلا خلصنا كل شيء خاصه بالغره، اكيد الشعر ما رح يبقى هيك. عندكم 2 اوبشنز، اوكي؟ او تتركوا الشعر مربوط، او بتعملوه كعكه مثل ما انا رح اعمله. بدي افتل الشعر على بعضه بهالشكل، ولف البن بهالشكل. فوالا. وهلا كمان عندكم 2 اوبشنز، فيكم تجدلوا كل هول اللي نازلين، او فيكم بس مثلي تجدلوا البارت اللي رح يعلي لنا عيوننا. بس قبل ما نجدل، شوفوا شو رح نعمل. رح ناخد اولا هولي شعرتين، او نفتلون، اوكي، بهالشكل، او بتجدلون ونعملون على شكل اكس. شفتوا كيف؟ ونفوتون ورا البن وبدبوس. بنرجع كمان اللي حدون كمان اكس بعد مرة. شفتوا كيف بيصيروا؟ قد ايه حلوين. وكمان ورا البان بالبيبيز، حتى فيكم تربطون اذا كانوا طوال. وهلا رح جدل هالبارتس، وكمان اعمل نفس الخطوات. وهيدي اول تسريحه خلصناها، انا مغرومه فيها. اذا ما بتحبوا الالوان بليز ما تخيبوا لي املي، جربوها بترانسبارنت او من لون شعركم، روعه. يعني شو ما كان عندكم فيكم تطبقوها وتمشوا. واكثر شيء بحبه بهالتسريحه انها بترفع وبتسحب العينين، شفتوا ليه؟ لانه لقطين السوالف وشادينهم. وهلأ بنوصل لتاني تسريحة يا صبايا. تاني تسريحة غير ستايل الأولى، منا فانكي مثل الأولى. لهالتسريحة نحن بحاجة كمان ل نسيت اسمه، خيارة.
نحن بحاجة لمشط شعر، بحاجة لربطة شعر فيها كمان تكون سكرانشي كتير تراندينج هول، ونحن محتاجين على القد على القد بس تقلقته لدبوسين بالقلب شعر. اولا بدنا نفرق الغرة على ميلة واحدة على جنب واحد، انتو بتختاروا اي جنب يلبق لكم اكتر بتحبوه اكتر. انا رح افرق الغرة لهالميلة، انا بحب هالبروفيل عندي بهالشكل. هيدي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية الغرة بدنا نرجع نقسمها من هون بهالشكل، اوكي؟ وكل الشعر الباقي كله 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 مرفوع مرفوع لفوق. فيكن تحطوا بديل الزيت، فيكن تحطوا جل، فيكن تحطوا سيروم، اللي بدكن اياه. انا صراحة ما بحب احط شيء من هول البرودكتس على شعر. وهيك رفعنا الشعر وسحبنا العيون. بليز شوفوا. سو الغرة بدنا نمشطها هيك باتجاهها، اوكي؟ مش نزول ولا طلوع ولا لجوا، لا، تضل هيك مبين في تحديد اكثر. سو هيك بنمشي من هون ولا اوكي؟ بنمسكها كلها وبنفوتها ورا بينة، بنرجع بنفرشها بهالشكل. هلا فينا كمان نطبسها على الاخر، نحط لها جل مثل ما قلت لكم، حيلا شيء. وبنرجع منثبت فتثبت هيك من هون بدبابيس. انتظروا علي 5 ثواني، اعطيتكم تب رح تغير لي انا حياتي وتغير لكم حياتكم. ايه فوالا، شو رايكم؟ اي لاف ات. وخلص بدي بلش صير اطلع هيك بالفيديوز، قد ايه حلوين؟ دايما شعر مفروط لا. وهلا صار وقت تي اند تيب تايم. طلع فراغات فراغات، ما رح اقبلكم هون وتشوفوا شو فيه بلاها. فاليوم التب تبعنا هي كيف نحن نغطي الفراغات بس نربط الشعر. كتير هين، بدنا برش، بدنا لون اي شادو من لون شعرنا، بني اسود، اذا شعرك اسود ماسكارا ما تعذبي حالك، اوكي؟ سو انا رح اخذ هيدا اللون البني. خلصت التسريحة، كمان تسريحة فيكن تقولوا المفضلة عندي، وبتسحب العيون. هيدا هو تركيزنا بهالفيديو، فخلينا ننقل للتسريحة الثالثة. وهلأ ثالث تسريحة بتحير، كلاسي وكاجوال بنفس الوقت، يعني شو ما كنتوا لابسين تقدروا تعملوها، وخاصة خاصة إذا كنتوا ضاهرين مع الأصحاب. فحضروا حالكم، نحن عايزين اولا ربطه بس ما حتبين، عايزين سكرانشي، حاستخدم كمان انا سكرانشي، فيكم كمان ربطه عاديه يعني اذا ما بتحبوا انها تبين، اوكي؟ وراح نكون كمان عم نستخدم دبوسين للشعر. اول شيء بدنا خصلتين رفاع مهضومين من قدام، سو انا حكون عم بفرق هلا، اوكي؟ هيدي 1 فوالا 2. بالمشط راح نكون عم ناخذ هالبارت بهالشكل، اوكي؟ ونجدله. تاني بارت نفس الشيء، إذا ما بدكن تجدلوا هيك لورا فيكن تجدلوها لقدام تقلبوها لورا، نفس الإيفاكت. وهلا رح نكون عم نعطي الجدولة لوك طبيعي، بتكبروها قد ما بدكن، أوكي؟ لأنه هالتسريحة أصلا كلها لوس، ما في شيء هيك مشتشد وبيرفكت فيها. فوالا. هلا كل الشعر اللي هون بدنا نعمله كعكة، شوفوا كيف. انا بحب هالتسريحه مثل ما قلت لكم تكون طبيعيه، سو هيك بالاصابع از اناف. فيكم تستخدموا ربطه عاديه او سكرانشي،
نربط شعرنا أول شيء، وهولي كلهم رح نرجع ننفشهم، نرجع كمان منفتل منفتل ومنمشي مع الفتلة. شوفوا بهالشكل، أوكي بهالشكل. هلأ عنا هول خصلتين فيكن ترجعوهم ستريت بهالشكل، وفيكن مثل ما عملنا بهديك التسريحة بهالشكل. أنا حرجعهم ستريت لنغير. سو هي بترجع هيك، شفتوا شو حلوة؟ كمان هالجهة نفس الشي، ما تشدوها كتير. هلأ بناخد المشط ومنصير شوي شوي نقب، مش كتير. شوفوا هلأ الفرق، أوكي بالفراغات بليز ليكو. سو رح عبي هون بسرعة وكف التسريحة. فولا، باي باي فراغات. وهي هي التسريحة، ليكو شو حلوة، أنا كتير بحبها، هيدي ماي تو جو، يعني شو ما كان عندي بعملها. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا منه. بليز بليز مثل دايما كل تعليقاتكم بخانة التعليقات كتير بهمني إني أقريهم. وإذا جربتوا هالتسريحات فولو مي أون إنستغرام، نزلوا صور واعملوا لي تاك فيهم، بهمني كتير إني أشوفهم كلهم. واعملوا كمان فولو لهي ماج أون إنستغرام. أنا أكيد بشوفكم بفيديوز جديد. I love you all. Subscribe، فأسوا زر الجرس. Bye.